أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أنا رجل أعمل في الضمان الاجتماعي، ومن المعلوم أن مصدر الضمان من الزكاة، فهل يحق لي أن أسكت عن أناس يستفيدون من الضمان مع وجود راتب شهري بسيط لهم يمنعهم من الضمان لو علمت به الإدارة، مع العلم أنهم أناس محتاجون؟ يجب عليك تبلغ المسؤولين عن هل ما يستحقون الزكاة، إنهم يعطون من غيرها، هم عليهم حاجة لكن حاجة تكميليات ما هي ضروريات، يعطون من غير الزكاة، لأن الضمان ينقسم إلى قسمين: ضمان من الحكومة من بيت المال، وضمان من الزكوات. فأنت تخبر المسؤولين إنهم ما يعطونهم من بند الزكاة، يعطونهم من غيره. نعم.